بسم الله الرحمن الرحيم. اول موضوع عندنا مهم في السي ان اس، تقسيمه السي ان اس تيومرز، يقول لك كلاسيفيكيشن اوف تيومرز اوف ذا برين او كلاسيفيكيشن اوف سي ان اس تيومرز. التقسيمه الاول لازم تقسمها الاول برايمري وسكندري، يعني الاورام اللي طالعه من السي ان اس او الاورام اللي جايه له. سكندري الميتاستاز، البرايمري الاورام طالعه منه. معظم الاورام اللي طالعه من السي ان اس طالعه من خلايا غير خلايا عصبيه، يعني طالعه مثلا من المننجيز اللي بتغطي البرين فيسميها منجيوما، او طلع من الكونكتيف تيشو بتاع البرين سميها جلايوما. والجلايوما انواع زي الاستوسايتوما، اوليجودندروجلايوما، ايبندايموما، او طلع من خلايا زرقاء صغيره الريمينانت سيلز اللي هي الامبريونيك تيومرز زي الميدالوبلاستوما، نيوروبلاستوما، ريتينوبلاستوما، او ممكن تطلع من البيتيوتري جلاند، دي تعتبر انتراكرينيال او سي ان اس تيومر انها تاثيرها الاساسي على البرين زي الكرانيوفارنجيوما، او ممكن تطلع من مزيج من الخلايا كوكتيل ميكسد نسميها تيراتوما، او تطلع من الاوعيه الدمويه بتاعه المخ زي الهيمانجيوما، او تطلع من الاعصاب الطرفيه زي الشونوما والنيوروفايبروما. طيب نبدا الاول بالمننجيوما. منجيوما ورم حميد، لقوا انه اكتر عند الفيميل. لما عملوا اشعه مقطعيه على الاورام ديت لقوا انها راوندد ويل ديفايند زي الاورام الحميده. الكات سيكشن بتاع الورم لما اتشال لقوا ان هو فيه هورلي ابيرنس في الكات سيكشن ولونه جريش وايت، يعني شبه الليومايوما في الجروس، ولكن ما فيش حاجه اسمها الليومايوما في الممبرين في البرين فسموها مننجيوما. نيجي تحت الميكروسكوب لقوا ان الخلايا طبعا مش سموث ماسل ولكن مننجوثيليال سيلز. ففي نوع بيبقى مليان مننجوثيليال سيلز سموها مننجوثيليوميتس. مننجوثيليوميتس يعني خلايا سبندل بتعمل هورلينج. وفي نوع بيبقى بعض هذه الخلايا بيحصل لها هايلاين ديجنريشن وبعدين يحصل لها كالسيفيكيشن تدينا كور زرقاء يسموها سموميتس. وفي نوع فيه شكلين، الاقي فيه هورلينج والاقي فيه سموما بوديز. كويس؟ وفي نوع بيبقى شبه الفايبروبلاست سموه فايبروبلاستيك. المشكله الاساسيه للميننجيوما انها ورم بيضغط بيعمل كومبريشن، وفي بعض الناس اختلفوا هل هو بناين او مالجننت، ولكن هو بناين وبيلوكالي ديستراكتيف، ممكن يدمر او يضغط على اللي حواليه، وما تفرقش قوي عندنا في البرين بناين ومالجننت لان كله بيعمل كومبريشن انفلتريتيف وديستراكتيف بيهيفير. في بعض الكتب بيقولوا ان في منينجو ساركومتش از مالجنانت، مش عليكو، المنينجيوما از بناين. الموضوع اللي بعده عندنا الاستروسايتوما. الاستروسايتوما ده اشهر جليوما بتيجي في المخ وليها اربع مراحل. طبعا بال دبليو اتش او جريدنج بيقسموا الاستروسايتوما الى اربعه جريدز، جريد 1، جريد 2، جريد 3، جريد 4. نعرف اساميهم. الاستروسايتوما جريد 1 اللي هي تعتبر بناين حميده، عباره عن خلايا مدوره، خلايا استروسايتس ليها ضفيرتين او ليها اتنين بروسيسز، فشبهوها بايلوسيتك، سموها بايلوسيتك، شبهوها ب الضفاير. بايلو يعني شعره او ضفيره، وسيتك يعني خليه عن خلايا مضفاير. ده اللي هي الجريد 1 بايلوسيتك استروسايتوم، ودي بتدي النوع الكويس بيجي اكتر في الاطفال، وطالما في الاطفال بلاقيه في السيريبيلم وبيدي شكل راوندد ويل ديفايند غالبا بالايبيجروس بيكشر. تحت الميكروسكوب بلاقي استروسايتس وليها تو فايبريلري بروسيسز او باي بولر سيلز اللي هي بيسموها بايلوسايتس. المرحله رقم 2 جريد 2 بيقول لك الشعر بدا يزيد شويه في الخليه، وده ما يخوفنيش لان طالما عدد الخلايا ما زادش يبقى السلوك لا زال حميدا، دي بيسموها فايبريلري، ودي برضو بتيجي في الاطفال ولكن ممكن تيجي في الادلت. يعني كل ما علينا في الجريد كل ما تلاقي السن ممكن يبقى اكبر، وكل ما علينا في الجريد كل ما تلاقي فيه احتماليه اصابه المخ اعلى، فدي بتيجي في السيريبيلم والبرين، ممكن تبقى راوندد او ممكن تبقى ال ديفايند. تحت الميكروسكوب بلاقي برضو استروسايتس ولكن عندي الاكستنشنز بتاعتها او الفايبريلاري بروسيسز كتيره، فلاقي فايبريلاري باك جراوند يعني الشعر كتير، هنا الشعر كتر. لما تبدا الخلايا تزيد بقى ويبدا يبقى فيه شكلها، في شكلها يبقى فيه انابليزيا او شكلها يبقى يبدا يتغير بشكل وحش، دي ندخلها في جريد 3، دي سموها انابلاستيك استوسايتوما. وطبعا كده احنا وصلنا لجريد 3، يبقى بتيجي في الادلت. احنا قلنا الفرصه بتزيد في الادلت كل ما الجريد كان اسوأ، ودي بتيجي اكتر في البرين، شكلها ريجولار ال ديفاين. تحت الميكروسكوب هايلي سيلولر، هايلي سيلولر يعني عندي استروسايتس ولكن خلايا معاها في خلايا منقسمه كتير وفيها انابليزيا، وده يبدا يخوفني لان كده الخلايا بدات تعمل بروليفريشن وبدات تسلك سلوكيات شبه سرطانيه، وده كده بيعتبر بوردر لاين او في ناس بتعتبره لوكالي مالجنانت. جريد 4 اللي هي سرطان بجد، ودي بيسموها جلايوبلاستوما مالتي فورمز، ولو جينا حللنا الاسم هتقول ان جلايو لانها اصلا جلايوما،
بلاستوما لان فيها خلايا صغيره، بس مش بس خلايا صغيره، في خلايا صغيره وخلايا كبيره بليومورفيك يعني فيها لخبطه جامده جدا في الشكل، ومالتي فورمز لانها تحت الميكروسكوب وبالنكد اي فيها مالتيبل ستراكشرز يعني مدمره مبهدله البرين. ودي في الادلت تيجي في البرين لما تيجي تبص عليها بالعين تلاقي ان في مناطق بتبقى لونها احمر دم، وفي مناطق سيستك حفر، وفي مناطق بتبقى لونها يلو نكروزز. عشان كده مالتي فورمز متعدده الاشكال في المنطقه الواحده. تحت الميكروسكوب بلاقي الخلايا بدات تبقى هايلي بليومورفيك، يعني خلايا بقت وحشه جدا ومتعدده الاشكال تحت الميكروسكوب، وفي منطقه فيها سيفير نكروزز بتدمر خلايا المخ، والخلايا الميته بتعمل سودو باليس، خلايا السرطان بتعمل سودو باليسيدنج يعني بتلف حوالين المناطق الميته تعمل طوابير، ده بالاضافه الى بروليفريشن في الاندوثيليوم بلاد فيسل لانها بدات تسلك سلوكيات سرطانيه فبتعمل اوعيه دمويه وهيمورج، ودي بتعتبر مالجنانت. ده بالنسبه للاستروسايتوما، ده بالنسبه للمواضيع المهمه في السي ان اس. في طبعا موضوع اسمه ميدالوبلاستوما، بس مع فاهمين الميدالوبلاستوما هو واحد من السرطانات الامبريونيك تيومر اللي يعني بيجي في سن صغير، ولكن في خطأ في هذه التسميه لانه سموها ميدالوبلاستوما ولكنها بتخرج من السيريبيلم. وطبعا السرطان ده عباره عن خلايا زرقاء صغيره مالجنانت جريد 4، طبعا عالي جدا في الجريد وبيعمل انفيجن للميدالا ولذلك هو فيتل. هتكلم على المواضيع المهمه في الشابتر الليمف. عندنا في الليمف انا هركز في الكلام على الليمفوما الهودجكن الليمفوما. طبعا احنا عايزين نفهم الاول طبعا في عندنا الليمفوما نوعين هودجكن ونان هودجكن، لازم ابقى فاهم الفرق ما بين الهودجكن والنان هودجكن. الهودجكن الليمفوما هي ليمفوما الى حد ما احسن في البروجنوزز بيتر بروجنوزز، والنان هودجكن الليمفوما هي ليمفوما سيئه بيبقى البروجنوز بتاعها اسوأ باد بروجنوزز، ولكن للاسف النان هودجكن الليمفوما از مور كومن. الهودجكن الليمفوما لما تيجي تشوف السايتس تلاقي ان الهودجكن الليمفوما بتيجي في الليمف نودز ونادرا ما تيجي اكسترا نودل، ولكن النان هودجكن الليمفوما بتيجي نودل اند اكسترا نودل. اكسترا نودل يعني ممكن الاقي نان هودجكن الليمفوما في البرين، الاقي نان هودجكن الليمفوما في الجي اي تي، الاقي نان هودجكن الليمفوما في الليفر، الاقي نان هودجكن الليمفوما في السبلين او في اي مكان اخر في الجسم. ده بالنسبه للمكان. طيب بالنسبه للديستريبيوشن، بالنسبه للديستريبيوشن الهودجكن الليمفوما لما بتيجي في الليمف نودز بتبدا الاول في الابر ديب سيرفايكال ليمف نود، او غالبا بتيجي في غدد ليمفاويه علويه، وده اللي بيرجح ان ليها سبب مرتبط بالانفكشن. في ناس قالوا انه ممكن يكون فيروس زي الشتاين بار فيروس مثلا ويحصل تضخم في الغده الليمفاويه السيرفايكال ليمف نود وبعد كده بتقلب بسرطان، بس هو في الحقيقه اكشولي محدش يعرف سبب الليمفوما ايه لحد النهارده، ولكن ليها بريسبوزنج فاكتورز. انما بعد كده بيحصل انتشار منظم يعني تروح للسيرفايكال ليمف نود اللي جنبها وهكذا، ولكن في النان هودجك الليمفوما عشوائيه ممكن تبدا جنرالايزد ليمفادينوباسي تلاقي تضخم في كل الليمف نودز في الجسم مثلا، او تلاقي تضخم في غدد ليمفاويه عميقه داخليه مثلا زي ابدومينال ليمف نود بار اورتك ليمف نود. الكلام ده نادرا جدا ما يحصل مع الهودجك، ولكن كومن ان يحصل مع النان هودجك الليمفوما. اهم نقطه عن طبعا في الجروس بيكشر كلهم زي بعض، بلاقي الليمف نود كبيره انلارجد، الكات سيكشن بيبقى لونها جراي تو بينك، والاقي الكونسيستنسي فيرم كلام فاضي مفيش حاجه مميزه يعني، ولكن تحت الميكروسكوب في كلام مهم جدا ان انا الهودجكنز ليمفوما كانوا زمان معتقدين انها نوع من انواع الالتهابات لان الباك جراوند بتاعت الليمف نود بتبقى انفلاماتوري سيلز، ميكسد انفلاماتوري سيلز ازينو في الليمفوسايت بلازما سيل ماكروفاج ميك خليط من خلايا التهابات، ولكن بعض الخلايا المالجنانت الكبيره بيسموها ار اس سيلز. ده مين ده الهودجكن الليمفوما. وطبعا الاركتكشر بتاع الليمف نود از ديستربد يعني اتدمرت. نيجي للنان هودجكن الليمفوما، بلاقي الارضيه كلها عباره عن مالجنانت ليمفوسايتس، ما عنديش حاجه اسمها ار اس، ولكن الخلايا اللي في الباك جراوند كلها خلايا سرطانيه، والليمف نود الاركتكشر ديستربد يعني حصل لها افيسمنت اتدمرت بخلايا السرطان. ده بالنسبه للفرق بين الهودجكن والنان هودجكن. طيب هنشوف الهودجكن الليمفوما عندي انواع الار اس، وده هيجي سؤال لو جالك كيس فيها هودجكن الليمفوما ده السؤال رقم واحد بعد الدايجنوز، يقول لك ايه انواع الار اس سيلز. الار اس سيلز عندي خليه اسمها كلاسيك ار اس، اول خليه ار اس اكتشفوها وهي كانت خلايا انفوفيليك او اسيدو بيل اسيدو فيليك يعني السيتوبلازم احمر مزرق او ازرق محمر كويس، ولارج خليه كبيره اكبر من اللي حواليها، النيوكلاي بتاعتها عندها اثنين نيوكليس كيدني شيب ميرور ايمج باصين لبعض كيدني شيبد،
والنيوكليس جواها برومننت اسيدوفيليك انكلوجن عامله زي النيوكليولس او اسيدوفيليك نيوكليولاي. تمام، ده بالنسبه للكلاسيك ار اس. لو لقيت ان الكلاسيك ار اس بقت بنيوكليس واحده يسموها مونو نيوكليير سيل، لو لقيت انها بقت اكتر من اتنين نيوكليس يسموها مالتي نيوكليتد ار اس سيل، لو لقينا ان حصل ريتراكشن للسيتوبلازم حوالين النيوكليس يعني عملت زي فراغ او كلير هالو حوالين النيوكليس دي يسموها اللاكيونر سيل، يعني جوه لاكيونا. في خليه الاخت الغير شقيقه للار اس سيلز اللي هي بتبقى عباره عن خليه فيها مالتي لوبيتد نيوكليس، يعني نيوكليس ليها اكتر من لوب وجواها مالتي نيوكليولاي، دي سموها بوب كورن سيل، وهي خليه زرقاء مش حمراء. الخليه ديت لا تقبل صبغات الار اس، صبغات الار اس المناعيه اللي هي السي دي 15 اند 30، ولكن البوب كورن سيل او ال اند اتش سيلز سموها ليمفوهيستوستاتيك سيل او بوب كورن سيل لا تقبل هذه الصبغات، ولذلك اعتبروها اخت غير شقيقه، يعني ليها مصدر اخر غير معلوم، ولكن بتقبل صبغات البي الليمفوسايتس العاديه اللي هي زي السي دي 19 والسي دي 20 يعني. طيب البوب كورن سيل دي موجوده في نوع من انواع الهوجكن، في احسن نوع من انواع الهوجكن اللي هو بيسموه نودولار ليمفوسايت بريدومينانت، نودولار ليمفوسايت بريدومينانت. طب نيجي لانواع الهوجكن الليمفوما باختصار شديد، انا اقولها بصمه الجدول ده لازم يذاكر كويس جدا. الناس اللي عندهم في بعض الكتب في بعض المناهج في بعض الجامعات عندهم على شكل جدول مقارنه كبير، وفي جامعات اخرى اسامي بس والعلامات المميزه، وفي اختلاف بسيط يعني ما بين الجامعات في الايه في تقسيمه الهوجكن، بس انا هقول التقسيمه الشائعه، واللي عنده اختلاف في الورق عن الكلام اللي انا بقوله يذاكر الكلام اللي في الورق عنده. الهوجكنز ليمفوما اتقسمت الى اكتر من نوع. اول نوع بيسموه نودولار سكليروزز، ودي بيسموها نودولار سكليروزز لان الليمف نود تحت الميكروسكوب بلاقي فيها كولاجين باندلز او فايبرس تيشو، يبقى سكليروزز نودولار مقسم لي الليمف نود الى مالتيبل نوديولز، ودي تحت الميكروسكوب فيها معظم الخلايا اللي فيها بتبقى لاكيونر سيلز، ودي البروجنوز بتاعها كويس. ده النوع الاولاني اسمه نودولار سكليروزز، وده نوع كويس. النوع اللي بعده اسمه ليمفوسايت ريتش، ومعنى كلمة ليمفوسايت ريتش معناها ان الليمف نود مليانة ليمفوسايتس طبيعية، يبقى الباك جراوند موستلي فورمد اوف نورمال ليمفوسايتس، وبالتالي عدد خلايا الار اس عدد قليل فيها كلاسيك ار اس قليلة، وبالتالي البروجنوز بتاعها كويس برضه. الاولانية البروجنوز كويس لان متحوطة في فايبرس تيشو، والتانية البروجنوز كويس جود بروجنوز لانها فيها ليمفوسايتس طبيعيه كتير وعدد خلايا الار اس قليله. النوع اللي في النص اسمه ميكسد سيلاريتي، وميكسد سيلاريتي يعني بلاقي كوكتيل تحت الميكروسكوب من خلايا انفلاماتوري مع ار اس سيلز، والار اس سيلز اللي هي المونو نيوكلير، بلاقي خليط من خلايا الار اس مع يعني شويه من ده وشويه من ده، وبالتالي البروجنوز بتاعها بيبقى الى حد ما متوسط او ممكن تاخد جريد 3 او ستيج 3. النوع الرابع بيسموها ليمفوسايت ديبليشن، يعني تحت الميكروسكوب كميات الليمفوسايت الطبيعيه قليله جدا، وبالتالي معظم الليمف نود معظم الشريحه عباره عن ار اس سيلز اللي هي مالتي نيوكليت ار اس، اسوأ نوع من انواع الار اس، وبالتالي يعني معظم الليمف نود خلايا سرطانيه، عشان كده بقى البروجنوز سيء. دي بتاخد ستيج 4 غالبا 3 او 4، ولكن ممكن توصل ل 4 في حالات كتير. احسن نوع اللي هو النودولار ليمفوسايت بريدوميننس، وده خد ميزه واحد واثنين، لان نودولار يبقى فيه سكليروزس فيه فايبرس تيشو كولاجين مقسم لي الليمف نود، ده مش بس كده وليمفوسايت بريدومين، وكمان الليمف نود مليانه ليمفوسايت طبيعيه يعني عدد خلايا الار اس قليله. طب احنا قلنا مين نوع الار اس اللي موجود هنا؟ هنا اللي موجود هي اللاكنر سيل. النوعين النودولار اللي هم نودولار سكليروز نودولار ليمفوسايت بريدوميننت دول بيجوا اكتر في اليانج ايج، والنوعين الانواع الثلاثه في النص بتيجي مع الاولد ايج ومرتبطه بالابشتاين بار فيروس. الستيجنج اوف هوجك الليمفوما مهم، يقول لك لو حصل سرطان في ليمف نود ولكن في ليمف نود واحد مجموعه ليمف نودز واحده ده ياخد ستيج 1. طب لو حصل الليمفوما في اكتر من مجموعه من الليمف نودز ولكن كلهم فوق الدايفرام او كلهم تحت الدايفرام ده ياخد ستيج 2. ولكن لو حصل هوجك الليمفوما او حصل ليمفوما في اكتر من مجموعه ليمف نود شويه منهم فوق الدايفرام وشويه تحت، حبه فوق وحبه تحت، ده يبقى ستيج 3. ولو حصلت الهوجك الليمفوما في الاورجنز ده يبقى ستيج 4. ولكن في عندنا حاجه اسمها سب كلاس، والسب كلاس دوت حروف، يعني مثلا يقول لك لو عندي مثلا حطينا حرف ايه في الستيج يبقى يقول لك الهوجك الليمفوما دي اسيمتوماتيك ما بتديش اعراض،
لو حطينا حرف بي يبقى سيمتوماتيك بتدي بي سيمتومز، يعني العيان بيظهر عنده مثلا نايت سويتنج وبيحصل له فيفر بيسخن والكلام ده، ويحصل ممكن يحصل له ارتكاريا ويهرش والقصص دي. يقول لك لو حطينا مثلا حرف اس يبقى في هوجك الليمفوما في السبلين، لو حطينا حرف اي يبقى هوجك الليمفوما اكسترا نود. طيب بالنسبه للنان هوجك الليمفوما، النان هوجك الليمفوما انواع جريد كتير بيقسموها طبعا حسب الجريدنج، ما يقدرش يحط ستيجنج لان ده غالبا بيبقى ستيج متقدم، فبيعملوها بالجريد، يقول لك لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد، وكل سنه تقسيمات النان هوجك الليمفوما تتغير ويطلع لنا فيها انواع جديده، ولذلك الاسامي بتاعتهم يعني احنا مش ملزمين بالدبليو اتش او جريدنج بتاع النان هوجكن، ولكن يهمنا الدبليو اتش او جريدنج بتاع الهوجكن اللي احنا قلناه. النان هوجك الليمفوما اهم نوع عندنا اسمه بيركس ليمفوما، والبيركس ليمفوما من السرطانات الخطيره الهاي جريد، نان هوجكن هاي جريد. بيركس ليمفوما هي مشكلتها، هي طبعا في نوعين من البيركس ليمفوما، النوع الاولاني بيسموها افريكان تايب والنوع الثاني بيسموه امريكان تايب، وبيشتركوا النوعين في الايتيولوجي لان ايتيولوجي واحد وهو الابشتاين بار فيروس في مناعه ضعيفه، ولكن في النوع الافريكان تايب مناعه ضعيفه، طفل افريقي عنده ستارفيشن، طفل صغير غالبا بيحصل الورم في المانديبل، فلو قال لك ان في افريكان تشايلد وستارفد وجاله مانديبلر سويلنج وبيتضخم بسرعه شديده جدا، يبقى ده مؤشر ان احنا بنتكلم على بيركس ليمفوما، لان النوع الامريكان غالبا بيجي في عيانين الايدز اللي برضه مناعتهم ضعيفه فيجي لهم اشتاين بار فيروس، ولكن ممكن يظهر في اماكن اخرى في الجسم زي غدد ليمفاويه وزي الاليوسيكال فالف، يعني ممكن يجي في الجي اي تي وممكن يجي في الاوفري عند الفيميل او في اماكن تانيه. المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها مميزه، علامه كلمه جمله كده اتقالت وليها تفسير، بيقول لك ستاري سكاي ابيرنس، ستاري سكاي ابيرنس يعني السماء ذات النجوم، يعني بلاقي سماء زرقاء كاحله ولكن فيها مناطق او نقط فاتحه بيضاء زي النجوم. هذه السماء الزرقاء الكاحله هي عباره عن مالجنانت ميديم سايز ليمفوسايت او بيسموها سمول نون كليفد ليمفوسايتس، فيها فريكوانت مايتوز بتنقسم انقسامات بشعة، وفيها ابوبتوزز وممكن تموت وتنتحر، ولكن طبعا انقسامات اكتر من عمليات الانتحار. نتيجة عمليات انتحار الليمفوسايت بتيجي الماكروفيج تاكلها، يبقى يحصل الماكروفيج تكبر ولونها يفتح فيسموها ستار سكاي، لان في باك جراوند ازرق اللي هو عبارة عن خلايا سرطانية ليمفوسايتس، وفيها نقط بيضاء اللي هي عبارة عن ماكروفيج لونها بيل. ده بالنسبه لبيركس لينفوما، البروجنوز بتاع بيركس لينفوما سيء جدا، والبيركس لينفوما تعتبر هاي جريد نون هوجكن لينفوما. وثانك يو فيري ماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. اول موضوع عندنا مهم في السي ان اس.